يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه ليس على وضوء أصلا، فما الحكم في ذلك وماذا يجب على الإمام والمصلين؟ يجب على الإمام أنه يخرج يبادر بالخروج ولا يستمر، ويقول للمصلين أنا لست على وضوء، ما في بأس، يما يقول انتظروا لما أجي، ولا يقدم واحد ويخليه يبدأ الصلاة بهم من جديد، صاروا ما هم منتظرينه يخلي واحد يصلي بهم. نعم.